هذه واحدة من أكثر السفن السياحية تقدما في العالم، للوهلة الأولى ألا تبدو وكأنها قبلة عملاقة تقترب منك، تسمى هذه السفينة السياحية الفريدة إيدا بريما، فإنه يكسب لقب سفينة سياحية الأكثر تقدما، لأنه يستخدم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المتطورة ميتسوبيشي نظام تزييت الهواء، يطلق هذا النظام فقاعات هواء صغيرة لإنشاء وسادة في قاع الوعاء، مما يقلل بشكل كبير من الاحتكاك بين الهيكل والماء. من المتوقع أن يؤدي هذا الابتكار إلى خفض ثاني أكسيد الكربون إثنان الانبعاثات واستهلاك الوقود بأكثر من 7% لكن هذا ليس كل شيء تم تجهيز هذه السفينة بنظام ترشيح شامل يقلل من الانبعاثات الضارة مثل جزيئات الدخان وأكاسيد النيتروجين تم تصميم إيدا بريما في ألمانيا وتم تصنيعها في حوض بناء السفن في ناغازاكي التابع والميتسوبيشي في اليابان وهي تعمل بمحركات ديزل 3 ماك 12 فولت ام 43 سي ومحرك مزدوج الوقود 12 فولت ام 46 دي، مما يوفر قوه هائله تبلغ 53,000 حصان لنظام الدفع. ابحرت في 25 ابريل 2016 بطول اجمالي يبلغ 985 قدما، وتتسع ل 3300 راكب و900 من افراد الطاقم. مثير ايدا بريما يضم ثمانيه عشر طوابق الركاب خمسه عشر مؤسسات الطعام حمامات سباحه داخليه وخارجيه وكذلك المحلات التجاريه المقاهي والحانات صوره نفسك للانغماس في تجربه عطله في نهايه المطاف منطقه مسبح ادا بيتش مغطاه بقبه شفافه للاشعه فوق البنفسجيه مما يسمح للركاب بالاسترخاء في بيئه تشبه الشاطئ حتى في الظروف الجويه السيئه تتميز السفينه السياحيه باطول منزلق مائي داخلي وجدار لتسلق الصخور ونهر كسول في الليل يتحول نادي الشاطئ الى حلبه رقص ديسكو مع نجوم او عروض ليزر معروضه على القبه لذلك سؤال مليون دولار اذا كان لديك اي وقت مضى فرصه هل الشروع في هذه الرحله لرحله براقه